عم بفكر اترك المدرسه لان الاوضاع كثير يعني ضاقره وبدي اساعد امي وابوي وهيك مصروف البيت. عمري 13 سنة، صلنا رايحين 4 سنين. إذا تميت عم بدرس في هالمدرسة ما راح يعطوني شيء، فأنا قلت إنه بطل بساعد أهلي، وبعد ما ساعدتهم وهيك تعلمت كور بسلم أخوي بعلمه على الكور وأنا برجع على المدرسة، فما راح تم، راح تروح عن السنة هاي يعني. بدي اقول لك ايه، انا هلا حوالي كم حمامي بيعين بتشتري فيين هيك. الفروج حقه 120 ليره. انا بكره اروح بيع طيور وراح اجيب لاهلي فروج. بتمنى والله انا اللي بتمناه انه يكون اهلي بخير. انا وقت كنت صايم صحيح كنت اتعب، روح كان في حشيشات مثل اللي تم نايم فيه للعصر وارجع قوم، روح انزل على الدار، ارجع حط راسي كمان نايم، تم نايم شوي بس يقدين قوم خسل ونطيف. هذاك اول شيء جوات ومنظر وهونيك احسن ضيعتك، الواحد بيتهنى ضيعته وهون الواحد بيتهنى في المخيمات وما بتشوف الا المشاكل دغري بتعلق. ليش انتوا ما قسمتوا المعوني وليش مدري ايش وحجي لا يعطونا هالمعوني ولا يعطونا هالشيء خلي رجلنا فيه. أمي بتقص ضيعتنا إنه النهاد دي رجعت عمار، هي آخر أمي.